هانتوما كما كتشاهدوا عندنا المستشعل الحركه كتحطو فين ما بغيتي، فحالة ما ان شي واحد مثلا نقز من الصور ولا سميتو غادي يشعل هاد الليد اللي في لابيسين، غادي يشعل داك الليد وغادي يخدم داك السيران. والسيران كيف العاده كنديزاكتيفيوه من هنايا، كنوقفوه حطوه فين ما بغيتي. مثلا تقدر انتوما تحطوا واحد في ديك الشوكه، واحد في ديك الشوكه، واحد في ديك الشوكه، واحد في الشوكه، منين ما نقز اي واحد غادي يشعلوا الضو اللي في لابيسين، وغادي يشعلوا دوك سبوطاس. ومثلا مازال غادي يتزادوا هنايا سبوطاس يقدر يشعلوا كاملين، يعني ولا بغيتي حتى الدار كامله مثلا تشعل. انتوما السيلان هي بلا ضو بلا والو، والمستشعل الحركه ها هما، لان هو فاش كيكون في الضو هو كيتسرج غير شي شويه وكيشد المده ديال وكيبقى محافظ بلا سرج، يعني واخا تقطع عليه حتى الضو كيبقى يعني حتى لما قتيش بريز حطو في اي بلاصه بغيتي. ها هو تيشعل لنا الضو هذا ويشعل الضو، بغيتي تشعل الضو للداخل، بغيتي تشعل حتى الدار كامله يمكن لك تشعلها. وانتم مثلا وتقدر دير يعني هاد لي سيران تقدر دير جوج، تقدر دير ثلاثه، واحد لهي واحد لهي، واحد في ديك الشوكه واحد في ديك الشوكه، واحد لهي، يعني الا بغيتي حتى الدار كامله تشعل كاع، يتسدوا ريدويات تشعل الدار، يتسدوا هاد الريدويات هادو، يعني الباك اللي بغيتي والمشهد اللي بغيتي يعني كيدار كامل. وبهكا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.